ما شاء الله تبارك الله، اليوم التاريخ 21/6/1439. ما شاء الله، هذه خلطة وجه الشرقية اليوم ذاهبة إلى الكويت، وجمعة مباركة علينا وعليكم يا أحلى متابعين. وهذه خلطة رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد للوقاية عن جميع الأمراض، ورقم اثنين لتنشيط المبايض الأناث. إذا كانت عندك دجاج أو طيور واقفة عن البيض استخدم خلطة ولد الشرقية رقم اثنين. وإن شاء الله بنشوف مقاطع تجينا من الكويت ونرفع علم الكويت في قناتي مع قناة ولد الشرقية. مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية. وأي استفسار 0544204431. تحياتي لأهل الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.